هنتكلم دلوقتي عن الدايت ان ديفرنت سيستميك ديزيز، يعني طريقه التغذيه للامراض المختلفه. لو جينا مثلا نتكلم على مريض الكلى، يعني دايت رينال ديزيز، المفروض العيان ده افويد ايتينج دارك كولا، دارك كولورد كولا والكاند فود والاورنج والاورنج جوس والبروسيسد ميت والبيكلز اند اوليفز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العيان المفروض ما ياخدش اي اكل معلب. الحاجات الحمضيه زي عصير البرتقال او البرتقال نفسه يفضل يبعد عنه. المشروبات الغازية اللي هي الكولا يفضل يبعد عنها. أي ما تحت مسمى لحوم مصنعة يفضل يبعد عنها. وطبعا عشان الضغط لازم يبعد عن الحاجات اللي هي فيها مخللات اللي هي البيكلز والأوليفز، يعني ما ياخدش حاجات فيها ملح كتير. طب بالنسبة لعيان الكبد، عيان الكبد المفروض برضو يعمل سولت ريستريكشن وبروتين ريستريكشن، يعني يقلل ملح الأكل اللي احنا زي ما اتكلمنا قبل كده، نص معلقة صغيرة اللي هي أقل من الشاي ممسوحة. ولازم يقلل البروتين. اشمعنى؟ لأن البروتين بيخلي تكوين الامونيا يزيد، فبالتالي العيان يبقى قابل ان هو يخش في غيبوبه كبديه. طب الكميه قد ايه؟ المفروض انها تنزل من 8 من 10 ل 1 جرام لكل كيلو. طب عيان الكلى بياخد قد ايه بروتين؟ لو العيان دوت قبل الغسيل ياخد 8 من 10 جرام لكل كيلو. طب العيان بدأ يغسل وبياكل كويس ياخد 1 من 2 من 10 جرام. طب لو العيان ده جسمه بيتكسر بزياده ياخد 1.7 من 10 جرام لكل كيلو. ده بالنسبة للأكل اللي في مريض الكلى ومريض الكبد. طب العيان اللي هو عنده مشاكل في الصدر بغض النظر عن نوعه، يعني عنده COPD اللي هي سدة رئوية، أو العيان ده أزماتيك، أو العيان ده عنده أي مشكلة مزمنة في الصدر، أول حاجة لازم يمنع ما يسمى بالكولد كاتس اللي هي تحت اللحوم المصنعة اللي هي البيكون والهوت دوج. ليه؟ عشان هما بيحفظوها بمادة اسمها نيتريت، ولقوا إن النيتريت دي بتزود نسبة الحجز في العيان اللي هو عنده COPD اللي عنده سدة رئوية. يبقى اول حاجه ما ياخدش كولد كاتس. تاني حاجه نفس الفكره برضو في الملح، زيه زي مريض الكبد او مريض الكلى. طب اشمعنى؟ لان مريض الصدر جسمه قابل ان هو يحوش ميه، بالذات في العيانين اللي هما بيحوشوا ثاني اكسيد الكربون، يبقى برضو ما ايه يقلل في الملح. تاني حاجه العيان اللي عنده حساسيه عاده ممكن يكون عنده حساسيه من منتجات الالبان، فمنتجات الالبان دي بتعمل حاجتين، ممكن يكون عنده منها حساسيه فبالتالي زود الحساسيه اللي عنده، او بتعمل انتفاخات جوه البطن فبالتالي الحجاب الحاجز ما يعرفش ينزل كويس فنفسه يبقى تعبان. بعد كده الخضروات اللي هي بتؤدي الى تكوين بعض من الغازات زي البروكلي او الكرنب، الحاجات دي بتؤدي تكوين غازات كتير فبالتالي بطن العين هتتنفخ فنفسه مش هيبقى كويس. بعد كده الفرايد فودز. يعني ايه فرايد فود؟ يعني الاكل اللي معمول عن طريق المقليات. المقليات دي برضو نفس الكلام بتؤدي لانتفاخات ومشاكل في الجهاز الهضمي، فبالتالي الحجاب الحاجز مش هيعرف يتحرك فبالتالي هتضايقه في النفس. وبعدين الكربونيتد بيفريدجز، يعني الحاجات اللي فيها صودا، يعني الصودا والبيرة والحاجات دي، لأنها بتزود إحساس العطش فبالتالي هيشرب بزيادة فجسمه يخزن مية فنفسه ينكرش أكتر. آخر حاجة الأكل الحمضي. يعني إيه الأكل الحمضي؟ اللي هو الاسيديك فود والدرينكس، يعني العيان ده ما ياخدش حاجات فيها اسيد كتير. طب اشمعنى؟ الاسيد ده هيعمل ريفلوكس، يعني هيعمل ارتجاع عن طريق المريء. الحاجات دي الريفلوكس ده بيزود الكحة ويساعد ان قرشة النفس تزيد، فبالتالي الاكل الحمضي يفضل لا.
اورنج اورنج اليوم بيعلي عند الوريد على اليوم بدري بيعلي الوريد. فده بالنسبه للدايت بتاعي في الترينر اليوم. طب بالنسبه لعين الراجل او العين عنده ليفر تعالى من كده الكبد لازم يعمل كل الكريستيان برضه نفس الكلام عشان ما يحط زياده في الكبد ما يورمش، وبرضه بيقلل بروتين بيعمل بروتين الكريستيان لحد 8 من 10 جرام لكل كيلو. فمش معنى لان هم لقوا ناس بتحط البروتين بزياده نسبه الدخول الراتب الكالوري او الروبه الكالوريه بتزيد. وبعدين عملوا استادي تانية أو دراسة تانية لقوا إن الناس اللي بتاكل دايما بتاخدش، بل بالعكس الناس اللي بتتكلم عن الأكل بيجيلهم حاجة اسمها فاتوبينيا يعني عضلاتهم بتخس، وده وحش من ناحية الصحة. فالمنع لكن بعمل تقييم. يعني إيه تقييم؟ يعني بدي العيان 8 من 10 جرام لكل كيلو. طب بالنسبة للعيان كده بياخد قد إيه؟ العيان قبل ما يحصل التقييم بياخد 8 من 10 جرام لكل كيلو. طيب لو بعد الغسيل التقييم من 1 ل 1.2 من 10 جرام لكل كيلو، طب العين دي في الفترة بتاخد تقييم 1.7 من 10 جرام لكل كيلو. لو جينا نتكلم عن الدايت بتاعت يعني ايه العينين اللي عندهم مشاكل في الصدر ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه، اول حاجه دول المفروض يعملوا ازوم من ايده الكولد كات. يعني ايه الكولد كات؟ يعني الاكل اللي هو عاده زي البروتين اللي هو زي البيكن والهام والهوت دوج. اشمعنى الحاجات ديت؟ لان الهوت دوج والحاجات دي بيتحط عليها اليكيت يعني حاجات اضافيه منها مايونيز. فانا عامل استاذ على ان المايونيز دي لقوها بتزود نسبه الحجم في العينين اللي عندهم سي او دي، اللي عندهم سد رئويه مش كده. فبالتالي اللي عندهم سي او دي او سد رئويه يفضل ان هم ياكلوش كل ده. طب عيان الصدر ما ياكلش ايه تاني؟ يفضل ان هو ما ياكلش ملح بزياده. طب اشمعنى الملح؟ لان العينين اللي عندهم مثلا سي او دي او سد رئويه عندهم قابليه ان جسمهم يحوش ملح وميه. فبالتالي لو كلوا بملح جسمهم هيتخزن ملح ويتخزن ميه، فده هيحمل على القلب، فبالتالي يحصل فتح شفق زياده. فيفضل ان هم ما ياكلوش ملح كتير. طب في ثالث حاجه دير برودكت يعني منتجات الالبان. ان منتجات الالبان بتعمل جهاز الجلوتين والبروتين فبتعمل ابدومنال ديستنشن، فبالتالي هتعمل التزام في البطن، فالحاجات الدافرام هتتحرك كويس فبالتالي تفتح الناحيه دي. طب ايه رابع حاجه عيان الصدر ما ياكلهاش؟ في انواع من الفيجيتابلز الخضروات المفروض ان عيان الصدر ما ياكلهاش زي البروكلي والكول فلاور. يعني الحاجات اللي هي بتعمل جلوتين زي الكروم والبروكلي والقرنبيط، لان برضه لقوها هتعمل جهاز الجلوتين هتبقى احسن ابدومينال ديستنشن، فبالتالي الدايفرام مش هيتحرك فهم يحصل فصل شفط زياده. ايه خامس حاجه هم المفروض ما ياكلوهاش؟ الفراي فود. ايه الفراي فود؟ لانها برضه نفس الكلام بتعمل جلوتين وديستنشن، فبالتالي الدايفرام مش هيتحرك فهنزود فصل شفط. تاني المفروض عامل الصدر ما ياكلوش اول حاجه. تالت حاجه كربونيتد بيبريتز يعني الحاجات زي الصودا والبير، الحاجات دي بتعمل اللي هي الحاجات اللي فيها صودا دي ممكن تزود الدهيدريشن وتزود السيرفيشن يعني بتزود تنشيط العطش، فالعيان يشرب بزياده فبالتالي نفسه ينشف. تالت حاجه واخر حاجه اللي هما الاسيد الفود. اشمعنى الاسيد الفود؟ لقوا العيانين اللي عندهم امراض في الصدر او سي في دي عاده معاهم ريفلكس يعني معاهم ارتجاع في المريء، فبالتالي الاكل اللي هو الحمضي هيزود حمض المريء فالريفلكس يزيد. طب ايه انواع الاكل دي؟ اي حاجه حمضيه يعني مثلا زي الليمون كل الفاكهه الحمضيه والطماطم والحاجات اللي سبايسي الحاجات اللي فيها صلصه بزياده او المشروبات اللي هي زي القهوه دي بتزود الريفلكس، فبالتالي هتزود ايه الشيست بزياده.